يب يا علوي، اشتريت دلوقتي الحاجات اللي نفسي فيها ولازم دلوقتي اروح على البيت بسرعه، ومش هدي ولا حركات ولا زعبول اي حاجه من دول، عشان النكبات دول مفاجئه يا علوي، ما هوش فلوس وعايزين ياكلوا من الاكل بتاعي، وانا مش هاكلهم من اكلي عشان المفروض ان انا اللي اكله اصلا عشان اكبر ويطلع لي عضلات. ليتس جو، خلينا نروح على البيت بسرعه. ايه ده حركات النوب وكمان زعبوله؟ انت نوبات ابو علي؟ بصوا جاب ايه ابو علي؟ جاب شط. وات وادي حركات انت وزعبوله؟ تعالوا تعالوا. انت عاوز ايه؟ انت واد ابو علي مالك بقى؟ ما انت في حقك قوي فرحان عشان دلوقتي اشتريت حاجات كتير. لا لا، ما اشتريتش حاجه من السوبر ماركت. طب يا مالك يا مادو، اشتريت ولا ما اشتريتش؟ عاوز ايه يعني؟ عاوز ايه يعني؟ وات؟ طب انا اشتريت حاجات من السوبر ماركت كتير، شيبسي وبسكوت وشوكولاته، ومش هدي لك حركات. ولا يهمني يا حبيبي، انا وادي زبون بشاع. قولي مولي ولا يهمني. استنى زعبوله، استنى حركات ابو علي. عاوز ايه؟ عاوز ايه يا ابو علي؟ قولي مولي، ازاي انا معايا اكل وحركات سايبني وماشي؟ ايه وايه اللي حصل؟ ابو علي لا مش عاوز اقول لك، ابو علي عايز اروح انا وحركات بس. تروح انت وحركات؟ تروحي فين؟ وادي حركات. انا وادي ابويا بشاب ما يجي. قبل ما يجي اللي هو ايه؟ انا لازم اودي الاكل بتاعي بسرعه الثلاجه. يلا ابو علي خد البيتش باجي، ليتس جو. المفروض ان انا احط الاكل ده كله في الثلاجه واكتشف اللي بيحصل في بيت الجد شلبي. هو ليه علويه مش عاوزين يجي ياكلوا الاكل بتاعي وجروا على بيت الجد شلبي؟ معناها حاجه واحده، اكيد الموضوع فيه روبوكس. خلينا ندخل بسرعه بسرعه بسرعه. دخل ابو علي كل الاكل ده في الثلاجه. افتح بسرعه ابو علي. يا سلام، نزل. اوكي حط كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه. او ماي جاد، يلا قفل الثلاجه بسرعه. يا سلام، وكده اكون شلت اكلي اللي اقدر اكله كل الشهور اللي جايه. اوكي دلوقتي بقى علي جه وقت الاستكشاف، ان احنا نعرف حركات وزعبوله النوبات مش عاوزين يردوا عليا ليه. يا ترى في ايه؟ عاوزكم تخمنوا في الكومنتات، وصاحب التخمين الصحيح هو اللي يكون بصراحه واثق من نفسه وعارف كل اللي بيحصل. اهم حاجه انا لازم اروح دلوقتي عشان اكتشف كل حاجه بنفسي. ليتس جو، دخلت بيت الجد الشلبي. ازيك يا جدو؟ حركات زعبوله يا مزعبل جدو الشلبي. وات حركات دخل بيت الجد الشلبي وما سرقش الثلاجه؟ اكيد يعني في حاجه بتحصل غريبه جدا. انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات يا ترى ايه اللي بيحصل، انا لازم اكتشف بنفسي. جدو الشلبي مفيش اي حد هنا، معناه انه فوق. خبطت في الحيطه، كل مره بخبط في بيت الجد الشلبي في الحيطه. خلينا نطلع بسرعه 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 بسرعه. جدو الشلبي دور ابو علي بسرعه، برده مش موجود هنا. ايه ده؟ انا كوم جدو الشلبي. ابو علي جه. ايه ده ابو علي؟ انا كنت لسه بسال عليك حالا، قالوا لي ان انت سافرت. كباكا هو كان ماشي مسافر كده اهوت. ايه ماشي يا ابني؟ انا جابك دلوقتي وانا انت مش قلت مسافر لمده شهرين كده اهوت؟ شهرين؟ انا قلت مسافر لمده شهرين يا حركات النصاب. هو كمان وانت كمان سافر شهرين مكان بتروح من متشايف في جمسه. جمسه وصيف؟ يا فرخه ما حصلش يا جدو شلبي، الواد ده نصاب. يا رحمه يا كلامني، مش انت قلت ماشي هتروح تشاف كده اهوت في جمسه ده ولا شاف مش عارف مدينه تبات تقريبا؟ ايه هو الكذب ده؟ هو انت عشان فرخه تقول لي صيف في مدينه البط؟ ايه ده؟ إيه هو انت يا ابني ما بتروحش غير بصيف بط وفراخ؟ انا يا ابني لما باجي صيف بروح مصيف يكون فيه بشر مش بط وفراخ. يا ابني لازم يكون في بط وفراخ تبع، ما تتعلم تعوم من الماء. هو انا لما اجي اتعلم اعوم اتعلم من الفرخه او البطه؟ بس بس بتفكيرك ده، اقعد ساكت. جدوش انا بالوضع نصاب. انا كنت حاسس ان هو بيكذب عليا. وزعبوله بيقول ان ابو علي مش موجود. واد زعبوله انا مش موجود يا واد. ايوه ما كنتش موجود، انا عليك الصبح ما لقيتكش. ما انا كنت بشتري حاجات من السوبر ماركت، ما رضيتش تقول لي ليه يا واد انت اللي الجد الشلبي عاوزنا؟ ابو علي شايف شنطه الروبكس اللي معاه؟ ابو علي نفسك تكسبها بره. نفسك تكسبها؟ شنطه الدولارات دي انا اللي نفسي البسها بره يا علوي بصراحه. نفسي اخد الشنطه دي كده اعرف فيها كام روبكس. او ماي جاد، ده فيها دولارات. جد الشلبي الشنطه دي مين اللي هياخدها يا جد الشلبي؟ صاحب اللي هيكسب في التحدي اللي هقول لكم عليه. يا اولاد في العاب جديده للبنات والاولاد، عاوزكم تروحوا تجربوها بنفسكم، وهي لسه نازله جديد، وانا عاوز اعرف مين اللي هيكسب فيكم. اوكي العاب للبنات والولاد، ليتس جو. شبوكه يا شبوكه، بص بقى يا شبوكه، انت مش بص بقى متعادي ولا مش متعادي، احنا الاثنين بس كده بقى اخوات بقى يا شبوكه، نفس الوقت دوت متعادي. انا شبوكه دي مش بشاب بوكس بقى. نعم يا حبيبي برتقالي. هو انا لابس برتقالي يا ابني التواوع؟ الواد ده عنده عبء الوان ولا ايه؟ هو انت عينك بتشوف زي بقيه البشر ولا انت نوع من الحيوانات ولا مش فاهم حاجه؟ الواد ده بيشوف ازاي؟ والله يا جدو شلبي انا مش يا ابني ازاي برتقاني يا ابني؟ يا ابني انت متاكد باللي انت بتقوله؟ هو انت ما خلاش تشيل بك دوت؟ اه ده مش اخضر، مش اخضر برضه. اخضر اخضر يا ابني، انتوا لابسين بنفسجي يا ابني. هو يا مش بتعمل شفشاجي ده ايه؟ وات بتاع
عم انت قلت ايه يا ابني؟ يا ابني اللون اللي هو مش في الشاجر اللي انت قلت عليه دوت، هو الشباك عفو، قال الشباك انت بوكس بتاع بس بنفسجي اسمه بنفسجي. ايوه يا دي بقى شكتي انت مش مالكش دعوه. بس هو ده فرخه واد زعبوله، انا وانت عايزين نكون فريق ضد الواد حركات الفرخه ونكسب الشنطه، ماشي يا زعبوله؟ وانت عامل فريق معايا، فريق مع حركات. اول ابو علي انا ذكي عشان اكسب الشنطه من الطرفين. انا مش هكون معاك يا نوب، كل واحده كل واحده. اوكي يا جدو شلبي، ابو علي جاهز. يا اولاد دلوقتي جاهزين للتحدي، تحدي جديد بالعاب جديده، عاوز اعرف مين فيكم اللي هيكسب عشان هيكون هو صاحب شنطه الروبوكس دي كلها. وحياتي اللون مش في الشاجر اللي انا لابسه كده، ولا انا لازم اكسب كشوفه. بس هو دي فرخه، ابو علي هو اللي هيكسب. انت واد نوب انت كده يا خياره، مش هتكسب. خياره يا ابني مش خياره، اللون ده اسمه لون ليموني. طب يعني انت رحت مين بعد ما انت كنت خياره بيت ليمونه؟ كل كلامك مش تبع شاكه. انا طبعا سلطه يا فرخه. اوكي على الواد جيت فين؟ وقت ايه المكان ده؟ هولي مولي ايه ده نختار؟ هولي مولي انا اختار ايه طيب؟ هولي مولي مش اختار حاجه. اوه ماي جاد اختار اي حاجه، اي حاجه مثلا دي ليتس جو. اوه ايه ده مش عارف انا رحت فين؟ يا على الواد المفروض نختار حاجه من هنا، خلينا نجيب البتاع ده. ثانيه احنا بدانا السباق، ليتس جو. نط ابو علي، لا ابو علي يا نهار زباده، ابو علي اتعمل كفته. ابو علي ايه اللي بيحصل؟ نط ابو علي بسرعه، ايه ده انا بطير. ابو علي انت بتطير وبتنط مرتين. بنط مرتين. الو ابو علي، يا نهار حركات زقني. انت وين ماي مش وانا بشكش اصلا. بس يا فرخه لمستني لمستني وقعوني تحت. الو ايه ده اللعبه الغريبه دي؟ قول مولي الو ازاي بس كده؟ بسرعه 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 ابو علي، في صخور في صخور، لو لمسنا الصخور دي ايه ده؟ في علسه بقتني، في علسه بقتني يا نهار زبادي. تعالى هنا كده ابو علي اسرع، ليتس جو. ابو علي اللي بيختصر الطريق سبقت البنت، سبقت البنت. يب ابو علي يا فنان، ليتس جو بسرعه بسرعه بسرعه. يا سلام عليك، والله شكلي اكسب، شكلي اكسب بعد كل التاخير ده. ايه ده الواد حركات بيتر ولا ايه؟ مش عارف، وادي حركات الفرخه. انت بتطير ازاي كده؟ وانا مالي مش كسبت كتشوبه. وانا كمان كسبت كتشوبه، اول اختبار كده كان على بس السريع كده نفهم اللعبه. تعالى العب كوره. يلا بينا. ايه ده احنا ما لحقناش ده الماتش الثاني على طول. اوكي شايفين اللي فوق ثالث واحده فوق اللي لونها اصفر دي، خلينا نجيبها بسرعه بسرعه بسرعه، شكلها جامد على فكره. والله شكلهم مش عارفين انا بختار ايه اساسا. اوكي بدانا علوي، بدانا ايه ده نروح فين؟ نروح فين؟ عدت من اول واحده. اوكي يا ابو علي عدت من اول واحده تاني، خلينا ننط. يب النط ده هو اللي خليني اعدي. اوكي عجبتني. ثانيه البنت دي مسابقاني. ثانيه اوكي المفروض دلوقتي ان احنا يب عديت. ليتس جو. يا سلام على الفن. ابو شاكوش شاكوش، انا ماي متشاك منكوش، انا شعر منكوش يا فرخه، لكش دعوه. اطلع يا لا 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 اطلع يا حبيبي بسرعه. كابتن يا كابتن اطلع. يا نهار زبالي اطلع. الحمد لله. ابو علي كسب، ابو علي كسب، ليتس جو. خلينا نقف هنا علوي وشوف مين منهم اللي هيكسب، مين لسه ما كسبش. تعالوا. ابو علي كسب، وادي حركه الفرخه، انا كسبت عاملك. وانا ما كسبت يا حبيبي. اوكي علويه على فكرة هي اللعبة فيها أكتر من بصوا على كام مابة، 4 8 12 14 مابة، عايزين نجربهم. ده جامد. الجنجل اختاروا الجنجل، تاني واحدة فوق الجنجل شكلها جامد بصراحة. يا ابني بتاع الجنجل جاي جنجل يا ابني جنجل. هو بدي بتاع مش بامبل جاي بامبل ايه بس يا ابني جنجل. الحركات بيقول لك جنجل يعني غابة. يا رحميك يا غابة يعني مش بانجل. بانجل ايه بس؟ انت اخر واحد يعرف يقول الكلمة دي. اوكي بسرعة بعدين اطلع، ليتس جو. قولي بولا ايه هي دي الغابة؟ زعبولا اول واحد. لا ابو علي لا ايه ده طوعنا. يا نهار زبادي فعلا وقعت في الشجرة تحت. ابو علي عدت انا اول واحد ليه وقعتوا؟ انت وقعت في الشجرة؟ ليه انت يا زعبولا؟ ليه طبعا من العسل؟ اكله بقى واجيلكم. طبعا من العسل يا كدابة زعبولا، عايز نقع معاك في الشجرة. اوكي بسرعة. يب على فكرة على علوية الغابة شكلها اسطوري بصراحة، يعني الجنجل جامدة. نط يا ابو علي. ايه ده؟ انا علقت على علوية، البس الفينش اهو. وانا ماي مش كسبت يا حبيبي. وانا كمان كسبت، بص على وانا بكسب ببقى طاير ازاي؟ مكان جامد على فكرة. اوكي تعالوا على علوية، في حاجات هناك كده ممكن نختارها. تعالوا ده حركات. ايه ده؟ مين ده علوية؟
انا ممكن اخد الواد ده؟ يابا خدته. ابو علي تحول الواد ده ابو كام. خدته. وادي حركاته تتحول لاي حاجه. وادي ابو علي ابو تتحول بش مالي اللون بتاعي. اللون بتاعك؟ انا واحد هتحول بش مالي الواد ايه ده يا كده بنت دي ولا ايه؟ هتتحول لبنت؟ هتتحول لبنت عشان لونك يا حركات. هتحول كده ولا مش تاني بنوته؟ بنوته يا فرخه. وما يجد على انا اتحولت للواد وحركات تتحول للبنت. انا اختار بس دلوقتي المابا، نختار بقى اللي بعدها مثلا دي وليكن دي علويه، مش عارف بصراحه هما بيجيبوا عشوائي. خلينا نشوف عشوائي. في 14 مابا يعني جمدان، بصوا كذا حاجه. واو وادي زعبول انت تحولت ايه؟ معلش انا بفكر بصراحه في ولد وبنت، بس انا مش عايز الولد ده ولا البنت دي. امال عاوز تجيب ايه يعني؟ انا كنت عايز اجيب دب. دب؟ مفيش هنا دب. وات ايه ده؟ ايه ده؟ دي صراصير دي ولا ايه؟ الحاجه اللي وقفت بتاعها في الارض شبه الخنفسه، لو لمستنا نموت تقريبا، والله مش عارف. اوكي ثانيه المفروض ان احنا ما تلمسناش. اه الحاجه اللي بتاع اللي بتلف دي شكلها كده بتموتنا، اللي هيطرد بره لو خبطت فيك وطلع. بص دم العيال اللي دمه بينقص فعلا هو اللي بيموت. لا ابو علي، ابو علي البتاع رصدني. قوم يا كابتن. وات انت بتنط بره يا ابو علي. مش عارف ازاي وقعت. بس وادي ابو علي بس وادي الفرخه بات. ايه ثانيه عايز ابص اشوف بس العيال. ايوه اهو زعبول. زعبول انت بتتاكل. لا ابو علي بكسب. بتكسب بقى زعبول، انت بقرب تموت زعبول صدقني. ماشي يا زعبولة بزعبي. الواد حركات الفرخة فين؟ الواد حركات بوش مات يا مات مش انا كمان موت. قولي مولي امال مين اللي عايش؟ ده كله مات. اوكي اللعبة دي صعبة اللي هي بتاعت الخنافس دي، معناها ان احنا نجيب اي حاجة من دول. تعال نجيب اللافة تحت. اللافة تحت ايه تحت جامدة. لافة رش هاتوها يا ابني. مش لافة رش ده ايه يا ابني؟ لافة رش انا ازاي ما هرش لافة؟ ترش لافة؟ بقول لك لافة رش، ما انت مش هترش اصلا. طيب اوكي خليني اروح لشخصيتي دلوقتي، هلعب بشخصيه ابو علي. اوكي اللعبه احسن حاجه فيها ان هي تحديات ولاد وبنات وفي نفس الوقت على تحديات جامده. او ماي جاد اللي بتحدف ده. خليني ماشي كده مع زعبول. المزعب ايه ده العيال من هنا اسرع. بركان هنا. لا هنا بتحدف. بصوا ايه علوي بتحدف كور بركانيه. ليتس جو. طير ابو علي. يب اوكي دلوقتي بصوا في ايه تاني. او ماي جاد بص اللفة عامله ازاي. على فكره جامده علوي جامده. بص رديت على بتاعها حماس يعني وانت بتعدي كده من... اوه لو لمست دي يا نار زبادي. لا الطريق غلط، معناها ان احنا نيجي من هنا. اوكي عدى ابو علي. يا سلام انا بص علوي بعدي من على السور. ذكاء. مين اللي بيقلدني؟ انت يا حبيبي مش لقيتني قوي. بس هو ده الفرخه زي ما قلدك اللي مسابقك فرخه. اوكي خلينا نجي هنا. يب يا علوي شكلنا اول واحد هيكسب. لا لله الحمد لله الطريق بقى اللافا اختفت. يا ربي ما تختفي. بسرعه. اوكي اللي بعدها يا ابو علي. ليتس جو. لا الواد هيموت. معناه ان انا اجي هنا. يب ايه ده يا علوي البتاع بتضحك عليا. اجي هنا. يا سلام ايه ده يا علوي دي بتختفي يا نار زبادي. معناه ان انا اجي هنا بسرعه واجي هنا. فهمت دلوقتي. هولي مولي. ايوان دي بعد كده. لا ازاي كابتن مش عارف اكسب. انا ماني مش ولا شابه. هي صعبه فعلا. لا علويه والله انا شكلي خسرت ليه بس مش عايزه تيجي. يلا بسرعه. او ماي جاد خلينا ناخد اللي بعدها. ايوان بعد كده هنا. يلا يا كابتن الحمد لله عديت حركه الفرخ. لا البركان موت. قوم يا ابو علي قمت تاني. يلا بسرعه كسبت. ليتس جو. وادي مالي مش اللي كسبت يا ولد يا حبيبي. مالي اللعبه دي صعبه. هي فعلا صعبه. الواد زعبول اللي بيزعبل لسه جو. زعبول انت كسبت. زعبول هو بصراحه كده معايا. ايوه طبعا هو انت لما قلت بصراحه يبقى انت بتكذب اصلا. خلينا نيجي كده نختار ايه يا علويه. الجنجل بقى تحت. نختار مثلا هامبل. ايه ده ما لحقتش اختار اصلا. اوكي يا علويه ايه ده خلينا نعدي كده. يا سلام نقدر نجيب الشخصيات بتاعت اللعبه على فكره اللي هي دي يا علويه، ونقدر نلعب بالشخصيات الاصليه بتاعتنا. شايفين الواد ده متحول ايه؟ متحول لديناصور. راح بيك زي ما تتحول لديناصور يا ابني. اسمه ديناصور. او يا ابني ما يعرف ان هو اسمه ديناصور. طب علي هو ما عرفش ولا اسمك منه. طيب ماليش دعوه بيه. خلينا اجي هنا كده. ينفع نقف على دي؟ يا سلام ينفع. اوكي ايه ده علوي؟ لو لمسنا ليزر ده نموت. معناها كده ان احنا بنشوف مين اللي هيفضل واقف لاخر واحد. على فكره في عيال ممكن تموت، في عيال ممكن تموت، لو فضلوا يتزقوا كده هيموتوا. معناها كده علوي خلينا واقف. اوكي اعتقد ان هنا كله هيكسب على فكره، كله ممكن يكسب. لا كله ممكن يكسب علوي على فكره عشان اللعبه دي سهله. معلش اسهل واحد
واحده دي على فكره. هي فعلا اسهل واحده؟ وده حركات الفرخه دي سهله ولا صعبه؟ يا ابني مش سهله ولا مش سهله جدا. هي فعلا سهله على وينز، اكتب لي في الكومنتات سهله ولا صعبه. اوكي كلنا كسبنا. والله مش عارف، هو احنا كسبنا ولا متنا؟ وانا مالي كسبنا، مفيش ولا واحد مات. وعلي كده احسن واحدة على فكرة. احسن واحدة عشان كلنا بنكسب. خلينا نختار هامبل، هامبل بسرعة، كله اختار هامبل. ايه ده؟ محدش اختار؟ يلا ابو علي بسرعة. ايه ده؟ لا اخترته بس ما بيت الخنافس تاني، انتوا عايزين تاكلوا بالخنافس. وانا مالي؟ هم المنافس ايوه الخنافس. هل من المنافس ايوه الخنافس؟ انت اللي خنفسة. لا 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 لا، ما بحبش الخنافس دي على الويب بصراحة. اوكي خنافس عليا كمان، ايه ده انا بقيت بطيء. يا نهار زبادي، ابو علي بقى بطيء. وات الزعبله بقى اسرع مني. ابو علي عشان تبص بره بتموت. او ماي جاد، ثانيه ثانيه، كله مات، حتى حركات الفرخه مات. لا 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 لا، وات ابو علي، وات ابو علي. اوكي لا، ابو علي وقع، ابو علي وقع. اوكي اعتقد ان انا مت. لا 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 لا، بيجري ورايا الخنافس، بتجري ورايا الخنافس، بتجري ورايا. يا نهار زبادي علي. لا لا لا، عدت عدت حركات مربي، حركات مات، مات الفرخه. انت مش الشباب ولا ايه؟ انا كسبت، كسبت في الخنافس. يلا على الويب بسرعه، هامبل هامبل، اختار هامبل، ليتس جو هامبل، كله اختار هامبل. تحت 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 على الشمال، او سوبر سلايد، فوق فوق فوق. جامده دي على الويب، سوبر سلايد جامده. عايزين نلعب كوره، والله عايزين نلعب كوره شويه. وادي الزعبوله تعالى نلعب ماتش كوره. معلم مفيش وقت، على طول ندخل التحدي اللي بعده. اوكي نيجي هنا بسرعه. يا سلام، نط بعلي. يا سلام على الجمدان، والله التحديات دي مصرية. اوكي خدوني معاكم، خدوني، ليتس جو ليتس جو ليتس جو، بسرعه 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 بسرعه. حركات الفرخه، انا اللي اكسب. ايه ده الواد وقع تحت؟ واد مش فاكر نفسي يكسب كده، ما يمشي نفسي تحت ولا ايه؟ اوكي بسرعه بسرعه بسرعه. ايه ده الواد، ندخل فين؟ ندخل فيه. لا لا مش عايزين ندخل فيها، اعتقد ان اللي هيقع فيها هيخسر. يا سلام، انا مشيت من هنا وحركات مشي من الناحيه الثانيه. واد حركات، انت فين حركه؟ ثانيه 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 ثانيه، يب عدي. انا كسبت ولا ايه؟ انا مالي متشمشمه. يا نهار زبادي حركات يا ابني، انا الاول يا ابني، انت نصاب يا حركات. ايه ماتش وانا ما فهمتش موت، ما انت زي ما موت. بس يا فرخه مالكش دعوه انت عشان موت، انا موت. اوكي المروحه، المروحه كسبت. وات لا، المفروض ان انا نط، ايه ده على المفروض ان انا نط هنا واكسب في ثانيه. ادخل البتاع ده ازاي؟ الو الو، كسبت كسبت، شفت علوي؟ انا اول واحد يكسب والله. بص اول واحد يجي، في واحد من جيش الزعبيل، تاني واحد يكسب من جيش الزعبيل. تعالى واد انت اللي من جيش الزعبيل، تعالى نلعب كره بسرعه بسرعه بسرعه. خلينا نجيب جون 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 جون. ابو علي جول، ابو علي جول. يا سلام ابو علي الفنان جاب جول، اللي ما كتبوش اسمي علوي لما جبت الجول. ثانيه اجي تاني، تعالى واد الزعبيل نلعب ماتش كوره. ابو علي يلا اديني على واحد بسرعه بسرعه بسرعه. يلا يا زعبوله تعالى. يلا علوي اخيرا خليتهم يختاروا كلهم هامبل، وكتبت لهم طبعا كله يختار هامبل. ليتس جو بسرعه بسرعه بسرعه، كله يختارها. انا بص علوي كاتب اسم اللعبه عشان كله يختارها. كله بص بقى، سبعه ثمانيه يس تسعه. على فكره علوي شكلها جامده، بص علوي بتقول ايه؟ بتقول لي تمام اوكي اخترنا هامبل. ايه ده فين الطريق؟ ايوه الطريق، والله شكله تحدي جامد. ليتس جو، قلت لكم اختاروا امبل من البدايه، عمال اقول لكم اختاروا امبل. وانا ماشي شباب، فين ماشي جامبل ده؟ ما مش كده حلو ازاي؟ جامبل بقول هامبل، هامبل مش جامبل. انا احميك من جامبل الكرتون. كرتون ايه بس يا واد انت؟ اسكت سيبني اركز. يلا بسرعه 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 بسرعه. اوكي يب 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 يب، شفت حلوين بتاع الكرة تطيرني. ليتس جو كسبت كسبت كسبت. يلا بينا نلعب ماتش. اوكي بسرعه بسرعه، ابو علي جول 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 جول. او ماي جاد، ثانيه ثانيه ثانيه، ابو علي جيب جول، هات جول هات جول، جول فاضي جول فاضي. الكابتن بتلعب ماتش لوحدك؟ لا ابو علي جول جول جول، والله جبت جول يا علوي. حركات انه مطلعها وانا مالي مش هخليك تجيب جول. بس يا واد الفرخه. اوكي علوي دلوقتي نختار ايه بقى؟ نختار نختار اللعبه دي اللي هي تحت دي على الويب، بلاتفورم مضروب. بسرعه بسرعه بسرعه، كله اختارها تحت 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 تحت. لا اخترته هامبل تاني تحت. اوكي يلا قلنا له على كمان مابا لسه ما لعبناش ولا مره. ايه هي دي؟ ليتس جو هنجربها دلوقتي. يا سلام على الجمدان، ايه ده؟ دي التوقعات. ايوه ايوه توقعات، يبقى نط هنا. يب صح ابو علي، اختار لكم صح. تعالوا 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 ليتس جو، نط هنا كده ابو علي. يا ابو علي غلط، ابو علي غلط، العلا تكسب العلا تكسب. يا ريتني ما كنت توقعت، يا ريتني ما كنت توقعت. استنوني ابو علي، استنى بس واقف هنا، انت ما تنطش الاول، خلي بابا ينط يموت بعد كده التحدي. تمام يا حبيبي، لازم اشتري بابا ينط قوي. اوكي كسبت كسبت كسبت، حركه اول احد كسب حركه الفرخه. نط بسرعه، انا اللي كسبت كشومه. طب ما انت كسبت عشان انا نطيت وكنت بخمن. ما كنت بخمن يا حبيبي، والله انت نصاب، ما خمنتش ولا تخمينه واحده. لا خمنت يا حبيبي ولا مش انت مالك كده قوي؟ هو اللي انت مالك، انت ما كنتش بتخمن يا ابني. انت هو اللي مالي، مش احنا ثلاثه ثلاثه الجيش الحرب.
في ثلاثة من فريق زعبيل. ايه ده يا ابني، انت مشكل يا ابني فريق ابو علي مع فريق انت عامل فريق حرامية ولا فريق ابو علي؟ مش عارف بصراحة. انت مالك يا حبيبي، احنا مش خمسة. خمسة؟ اوكي انا انسحب كده انسحاب تكتيك عشان فريق ابو علي مش عارف مش موجود بصراحة، في واحد بس تقريبا. اوكي عايزين حاجة جديدة جديدة جديدة. دي أول واحدة فوق علي. مين دي؟ لا أيوان أو دي علوية بلوك دي. اوكي ليه اسمها بلوك داش؟ ما جربناه. لا جربناها بلوك داش، بلاش بلوك داش، هاتوا حاجه جديده. اوكي يا علوي خلينا نختار واحد من دول. نجيب مين؟ انا جبت الواد ده، معناه كده يا علوي ان احنا نجرب. انا عارف ان انتوا كلكم عايزين تجربوا الشخصيه الشريره دي. ليتس جو، جربنا يا علوي الشخصيه الشريره دي. اختار طبعا لوس تمبل عشان دي يا علوي جديده ما جربناهاش، شكلها كده جامده، المكان كده في الصحراء وبنتوه شكلنا كده يا علوي، لان هو اصلا اسم اللعبه معناها المعبد الضائع. اوكي خلينا ندخل بسرعه وانا متحول لشخصيه شريره. انا ما انت متحول لفرخه حمراء ولا ايه؟ فرخه حمراء. انا متحول يا ابني لعفريت. سوري عدي. انت متحول لعفريت؟ ايوه بتحول لعفريت عشان انت لا ابو علي اتحبس عشان انت مش متحول في الكراسي بشكلك يا حبيبي. يا ابني عفريت مين بس؟ ده انا فرخه حمراء فعلا. اوه ماي جاد شكلهم هيسلقوني والله. ثانية. اوكي انا اول ما شفت الحديد اللي ورا ده حسيت نفسي ان انا الفرخه اللي بتتشوي اللي في المطاعم دي على اللي فاكرينها. ثانية. لا كابتن والله انت وشك تحت عليا، انا مش عارف اعدي. وطه ثانية، حتى الواد اللي مختاره برضه مش عارف يعدي. ايه ده علوي؟ عديت الحمد لله. الواد اللي مختاره زي مش عارف يعدي بتاع ده، وشه نحس ما حدش يختاره والله ما حد يختاره. اوكي يا سلام عديت. ده في عيال كذبت ولا ايه؟ لسه بسرعة ده هيعدي. اوكي يلا كابتن قوم يا ابني. مولي البتاع ده مش هجيبه تاني والله، بختاره تاني. استحق. لا خسرت والله وشك تحس عليا. اوكي يا ابو علي بسرعه خليني اروح اختار واحد تاني. يبقى اجيب البنت دي. يا سلام البنوته دي شكلها احسن من الواد ده اساسا. بسرعه دلوقتي بقى نجيب ايه؟ نختار حاجه جديده على اللويه. بص على شكلها عامل ازاي. اوكي ايه ده، دي جديده جامده دي شكلها. بسرعه يا سلام عدي في جبنه. ايه حبيبك في دي جبنه؟ ما بتتاكلش، اقعد ساكت انت. اوكي بص على بيحطوا شوكولاته ازاي؟ انا ما عندي شوكولاته ولا ايه؟ هي شوكولاته بس مش بتتاكل بسرعه. وبعدين اسمها شوكولاته ايه بس؟ ثانيه عدي. مالك انت ايه مالك كده؟ بقيت الاول واحد كده في ثواني ليه؟ بس هو ده فرخه انت زعبول سيبني اكسب. ليتس جو. البنت دي وشها حلو عليا على اللويه، جامده والله جامده. بسرعه كده نجيب بيها جون. اوكي ممكن تسجل جول تبقى مثلا ميسي ازاي؟ ميسي ولد. ممكن نخليها ميسايا تبقى بنوته يعني وميسي في نفس الوقت. ثانيه ينفع نجيب جون؟ تعالى حركه تلعبني ماتش حركات. ايه مش جاك يا حبيبي واتي؟ مش عارف اجيب جون. لا. اوكي ثانيه ايوان كده نجيب جول. بصوا بقى على الواد الكوره فين؟ اي جول ميسايا جابت جول. ايه ده لسه ما خلصتش؟ عايزين نجيب واحده جديده. في طبعا الليزر دي جديده على الواد، خلينا نجيبها. اوكي على الواد جبنا واحده جديده تقريبا اللي بيقع تحت. يب عارف اللعبه دي. لا اللي بيقع تحت على الواد بيموت فانا مش عايز اقع تحت. اوكي يا نهار زبادي تعالى كده ابو علي. ابو علي تعالى كده ابو علي. اوكي علوي ايه ده؟ انا عملت جلتش والله عملت جلتش. لا ابو علي كسب والله، مش حرك الموز اكسب. ابو علي كسب وادي حركات عملت جلتش. ايه يا كمان جلتش زي ما غشاش انت بس وادي فرق وادي زعبول. انا اللي اكسب انه بقت موته كله هيموت تحت علوي. هكرت اللعبه. ابو علي بص علوي كسب. ابو علي كسب من غير ما احرك نفسي. عارفين ليه كسبت علوي؟ عشان كانت رجل على البتاعه والرجل التانية لسه ما لمستش. اوكي عجبنا نعملوا الحركه دي طبعا وجربوه قولوا لي رايكم. عايزين نجيب حاجه جديده. الليزر كل يختار ليزر. اوكي لو اخترنا اللعبه اللي ما لعبناهاش ولا مره اللي هي الليزر هنخش دلوقتي نجربها. ليتس جو، تحديات جنونيه بصراحه. اوكي فين الليزر؟ اهو يا علوي الليزر. الليزر طبعا هيبقى اسرع تقريبا، لازم يبقى ضيفنا ابو علي. هتفك ازاي بس وانت بتحول لي بالكبده؟ اوكي مش شايف اصلا اسامي. وبعدين اضيفك ازاي؟ انت عايز اموت من الليزر؟ وات حركتك. هولي اجري وانا مالي مش ليش عايق. ايه ده وفيتنا الحركات يا دار زبادي، اتنين حركات. اهرب علي وفيت زعبولة. هولي مولي في اتنين ده في تلاتة زعبولة مش اتنين. اوكي زعبولة انت موت. اهرب علي بس في اتنين من جيش الزعبيل بس عايشين. اتنين من جيش الزعبيل. اوكي واتنين من جيش العلوية واتنين من ليتس جو. كسبت. اوكي علوية كده مفيش غير اللعبة دي اللي هي الأخيرة تحت دي اللي احنا ما جربناهاش. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بصراحة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك واشتراك في القناة، ولو عايزين تلعبوا اللعبة الجامدة دي هتظهر قدامكم دلوقتي، روحوا العبوها جربوها مع أصحابكم. وما تنسوش كمان تكتبوا لي في الكومنتات يا علوية
مين اللي كسب اكتر واحد فينا، انا ولا حركات ولا زعبولة؟ انا طبعا اكتر واحد كسب. بس واد زعبولة مزعبل. يا مالي مش انا كسبت يا حبيبي. والله يا نبات انا اكتر واحد اصلا كسبت. شوفوا انا اول واحد اصلا، بصوا اول واحد. وكبوا علي بسرعه قال له هي انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات بصراحه مين اكتر واحد كسب في اللعبه دي، عشان طبعا نروح نقول للجد شلبي على والعيال دي كدابه، وتقول له جد شلبي انا اللي كسبت. في الاخر الجد شلبي بيقول لي طالما بتكدبوا مش هديكم روبوكس. قال له هي بسرعه انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات ابو علي اللي كسب، بصوا انا اول واحد. لا 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 الحركات الاول. بسرعه بسرعه. لا البتاع دي بكره 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 بكره. قال له هي لا يا نهار زبد حظ البتاع دي حظ ما بحبهاش. لا وقعت وقعت وقعت. اوكي اطلع بالي وات اطلع بالي قولي من لازم اجينا يا نهار زبادي صعبه البتاع دي صعبه. بص 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 المشكله انه واقع على بطنه مش عايز يقوم. اوكي الحمد لله طلعت طلعت انا اخر واحد جه. بس اثبت زعبولة حركات انا مش كسبت يا حبيبي. اوكي حلوين انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات مين اكتر واحد كسب فينا بسرعه يلا، وما تنسوش تجربوا اللعبه. نشوفكم بكره بتحدي جديد. سلام.